أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام في نشرة الأخبار المباشرة من قناة العيون. رمضان مبارك كريم وكل عام وأنتم بخير. أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر رمضان 1436 سيكون يوم غد الخميس 18 يونيو 2015، وأنهت الوزارة في بلاغ مساء اليوم الأربعاء إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر رمضان لعام 1436 هجرية بعد مغرب اليوم الأربعاء 29 شعبان 1436 هجرية الموافق 17 يونيو 2015 ميلادية، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا، وعليه فإن فاتح شهر رمضان 1436 هجرية هو الخميس 18 يونيو 2015. أهل الله هذا الشهر المبارك على أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس باليمن والبركات، وعلى سائر أفراد أسرته الملكية الشريفة بالخير والبشر، وعلى الشعب المغربي والأمة العربية والإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار والأمن والهناء، إنه سميع مجيب الدعاء. في نفس السياق، تنهي السلطات المحلية لمدينة العيون إلى كافة المواطنين أن مدفع الإفطار سيطلق 3 طلقات عند حلول وقت الإفطار، و3 طلقات منذ بداية وقت السحور، و3 طلقات عند نهاية السحور. وتجدر الإشارة إلى أن مدفع رمضان يستخدم كأسلوب أو إعلان عن موعد الإفطار وإخبار العامة من الناس عن هذا الموعد، وهو تقليد متبع في عدد كبير من الدول الإسلامية، بحيث يقوم جيش البلد بإطلاق قذيفة مدفعية صوتية لحظة مغيب الشمس ولحظة بداية ونهاية موعد السحور. في سياق منفصل، أفادت مصادر أمنية إسبانية اليوم الأربعاء أن مصالح الشرطة بجزر الكناري تمكنت من تفكيك شبكة كانت تقوم بتزوير عقود العمل والاحتيال والنصب على مصالح الضمان الاجتماعي. وأوضح بلاغ للشرطة الإسبانية أنه تم خلال هذه العملية توقيف 22 شخصا متهمين بالاحتيال والنصب على الضمان الاجتماعي في مبلغ قدره 90,000 أورو، مشيرا إلى أن الشرطة فتحت التحقيق حول هذه القضية سنة 2014 على إثر شكاية تقدمت بها مواطنة إسبانية كانت ضحية لهذه الشبكة التي تنشط بماس بالوماس ولاس بالماس بجزر الكناري. وأضاف المصدر ذاته أن مستشارا للضرائب كان يتزعم هذه الشبكة ويقوم بتزوير توقيع مقاولات تتعامل مع مكتبه من أجل منح عقود عمل وهمية ومزورة للأجانب حتى يتسنى لهم تسوية أوضاعهم والحصول على تصريح للإقامة والعمل في إسبانيا مقابل مبالغ مالية تقدر ما بين 800 و2000 أورو. إلى السمارة، حيث احتضنت كلية العلوم الشرعية صباح اليوم مراسيم حفل تخرج الفوج الأول من طلبة الكلية برسم الموسم الجامعي الحالي. المراسيم تقدمها عامل الإقليم مرفوقا برئيس جامعة القرويين بفاس وعمداء كليات الجامعة بمراكش وتطوان، إلى جانب وفد رسمي ضم شخصيات مدنية وعسكرية. من هناك متابعة يوسف زعواطي ومبارك الباز. تنفيذا لتعليمات ملكية سامية، أحدثت كلية العلوم الشرعية بسمارة قبل 3 سنوات مضت، تجسيدا للعناية المولوية السامية التي يخص بها المقام العالي رعاياه الأوفياء بهذه المناطق، وإشعاعا للبعد الروحي والديني للحاضرة العلمية بالأقاليم الجنوبية. هي اليوم تتوج طلائع الفوج الأول من خريجي رسالة القرويين الممتدة عبر الزمن في أمهات العلوم اللغوية والعقلية الشرعية التي تؤمنها النواة الجامعية. ونحن نأمل ونعقد الأمل الكبير على هذه الكلية من أجل أن تحيي رسالة علمائنا الأجلاء بهذه الجهة وبهذه المنطقة وبهذه القلعة، وأن تبعث تراثها من جديد
ليستفيد منه أجيالنا وناشئتنا المعاصرة، ويتواصل السير وتتلاحق الحلقات، حلقات الحاضر بالماضي، ونستشرف المستقبل إن شاء الله، المستقبل زاهر راشد الباني إن شاء الله تعالى. حصل المتفوقون والفائزون على الإجازة في مسلك الدراسات الشرعية والواقع المعاصر، وعددهم 29 طالبا وطالبة، وهم يحملون إجازة فريدة في المغرب ومتميزة، هي أول دفعة إجازة العلوم الشرعية بكلية العلوم الشرعية التابعة لجامعة القرويين. هذه الكلية التي أسس دعائمها جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، والعطف والرعاية السامية له، بالتالي اليوم مدينة سمارة والصحراء والأقاليم الجنوبية تحتفل بالاحتفال بأول دفعة من الطلبة خريجي هذه الكلية على مستوى الأقاليم الجنوبية بصفة عامة. وإذ أن أول الفكرة آخر العمل حق للنواة الجامعية الاحتفاء بباكورة عملها وقطف نتاج 3 سنوات أسست لأعراف جامعية متينة، بلغ عدد المسجلين خلالها من أسمارة والأقاليم الجنوبية حوالي 500 طالب، يعبرون اليوم بثبات نحو أوسع مدارك البحث العلمي والتحقيق في التراث الديني الموغل في القدم بالمنطقة. هو يوم مشهود بكل ما تتحمله العبارة من معاني، وهذا وإن دل على شيء فإنما يدل على تكريم أهل هذه المنطقة بالخصوص للعلم وأهل العلم. هذه الكلية الحمد لله من الله عز وجل أنها وجدت بالقرب من مساكننا الحمد لله، وقد استفدنا منها كثيرا ولله الحمد. وكذلك يعني هي يعني تميزت الحمد لله بأساتذة وعلماء يعني استفدنا منهم علما كثيرا. طبيعة الحال هي نعمة أنعم الله بها علينا بساكنة السمارة الحمد لله، وبتوفيق من الله سبحانه وتعالى تمكنت من أنني نكون من بين الطلبة الحاصلين على الإجازة من الدفعة الأولى بميزة الحمد لله مشرفة. بين فاس وسمارة تؤمن النواة الجامعية جسرا روحيا معرفيا بين عاصمتين علميتين أسست له منذ أمد بعيد الزوايا بأعلامها. نبقى بسمارة بكلية العلوم الشرعية دائما، حيث جرى صباح اليوم تعيين الدكتور محمد الزوين خريج دار الحديث الحسنية عميدا للكلية التابعة لجامعة القرويين خلفا للدكتور العربي البهالي. المراسيم شهدت إلقاء مداخلات أشادت بالخدمات الجليلة التي أسداها العميد السابق في سبيل إرساء صرح النواة الجامعية بسمارة. ساعات قليلة إذن تفصلنا عن دخول شهر رمضان المعظم، ولهذه الغاية تعمل اللجان الخاصة بالمراقبة على تنظيم زيارات منتظمة للأسواق والمحلات التي تعرض المواد الاستهلاكية للوقوف على مدى احترامها للشروط وضوابط السلامة التي تحمي صحة المستهلك وقدرتها الشرائية. يأتي ذلك في وقت تؤكد فيه الدوائر المختصة أن الأسواق المحلية تعرف وفرة على مستوى التموين مما يلبي حاجيات المستهلك خلال هذا الشهر العظيم. روبورتاج حافظ محضار وعبد الرحيم حاجي. جولة روتينية للجنة المراقبة المختصة بالعديد من المحلات التي تعرض مختلف المواد الاستهلاكية، إجراؤنا للوقوف على مدى احترام هذه المحال لشروط السلامة ومعايير الجودة حماية للمستهلك وكذا قدرته الشرائية. معاينة مكنت من ضبط كميات من المواد الفاسدة المنتهية الصلاحية، حيث يجري تحرير مخالفات في هذا الشأن. هذه الحملة كتجي من بعد حملات تحسيسية، والهدف منها هو احترام معايير ومواصفات الجودة بالنسبة للمواد المعروضة، وكذلك حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين. وكيف كتشوفوا اليوم هذا العدد ديال المواد ديال الحلويات وديال المركبات اللي كتدخل لصنع الحلويات اللي حجزناها، بطبيعة الحال غادي يتم الإتلاف ديالها وفق الشروط والمقتضيات القانونية. تفتيش على المحلات والمخابز وأي حاجة فيها شي حاجة كيستعملها المستهلك باش نحافظوا على السلامة ديال المستهلك، ونشوفوا المنتوجات والصالحة للاستهلاك ولا ما صالحاش للاستهلاك على مستوى النظافة والهيجين.
اجتماعات موازية تعقدها مختلف المصالح المعنية حرصا على تفعيل كل الدوريات ذات الصلة بحماية صحة وسلامة المستهلك خلال هذا الشهر الفضيل، حيث يجري التأكيد أيضا على توفير مختلف حاجيات ومتطلبات المواطنة من المواد الاستهلاكية خلال هذا الشهر الأبرك. أما بمقر عمالة إقليم آسا الزاك فقد نظم اجتماع حول تزويد بعض القرى والدواوير التابعة للإقليم بمشروع الأجهزة الشمسية المنزلية، مشروع يأتي في إطار هبة مقدمة من طرف حكومة إمارة أبو ظبي للمملكة المغربية لدعم برنامج الكهرباء القروية عبر ربوعي المملكة. المزيد رفقة حيجب التامك ومحمود أطويف. خلال هذا الاجتماع الذي يأتي في إطار برنامج الكهرباء القروية بإقليم أسا الزاك تم تزويد الدواوير التابعة لجماعتي عويلة لهنا وعويلة إغمان بالألواح الشمسية مقدمة من خلال اتفاقية تعاون مشترك بين شركة أبو ظبي لطاقة المستقبل والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من أجل دعم برنامج تعميم الكهرباء القروية على الجماعات والقرى الترابية المعنية بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. الكهرباء القروية بواسطة الألواح الشمسية ل 19500 منزل عبر ربوع المملكة المغربية اللي تمثل في 2004 من القرى المغربية. وبالنسبة لحصة أسا الزاك فهي 138 منزل سيتم كهرباته في البوادي المنتمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إقليم أسا الزاك. في سعيه لتزويد القرى بالكهرباء وفي إطار تعاون مشترك بين المملكة المغربية وإمارة أبو ظبي أطلق مشروع يهم تزويد القرى بالألواح الشمسية، وذلك في إطار هذا التعاون المشترك، وهذا بالنسبة لكافة ربوع المملكة. فبالنسبة لإقليم أسا الزاك يهم المشروع كلا من جماعتي عوينة غمان وعوينة لهنا. للإشارة فإن 138 منزل بجماعتي عويلة لهنا وعويلة إغمان سيتم ربطهم بالشبكة الكهربائية، مشروع من شأنه التخفيف من معاناة ساكنة هذه الجماعات القروية التابعة لإقليم أسا الزاك والمساهمة في الرفع من مستوى الخدمات والتجهيزات الأساسية، بالإضافة إلى فك العزلة عن ساكنة الوسط القروي. من أجل إدماج التعدد اللغوي في الجماعات الترابية نظمت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة لقاء تواصليا بقليمي مع مختلف الفاعلين المحليين والمنتخبين وباحثين أكاديميين من أجل النقاش حول السبل الكفيلة بتعزيز إدماج التعدد اللغوي والتنوع الثقافي في الجماعات الترابية وربط سؤال الأمازيغية بسؤال الحكامة المحلية وسبل إدماجها في السياسات العمومية والفضاء العام للجماعات الترابية بالمغرب. الهدف منه أولا تحسيس بالأهمية ديال إدماج الأمازيغية في الجماعات المحلية والجماعات الترابية ككل، وفي إطار تنزيل الفصل الخامس ديال الدستور اللي الشبكة منذ الدستور حدود الساعة قامت بمجموعة من المبادرات، منها مثلا إخراج مشروع القانون التنظيمي اللي درته بشكل تشاور، اليوم كنشتغلوا مبادرة أخرى جديدة اللي الهدف منها أولا إعطاء أدوات عملية للفاعلين المؤسساتين خاصة المنتخبين. دينيا تم يوم أمس بالعيون اختتام مسابقة تجويد القرآن الكريم المنظمة من طرف جمعية نداء الوطن للتربية والثقافة والأعمال الاجتماعية في نسختها الثالثة. المزيد مع العلي حميميد ومحجوب كزيزة. نساء رجال وأطفال تجاوز عددهم 100 تبارعوا على الأداء الحسن للتلاوة من حيث أحكام التجويد في مسابقة تجويد القرآن الكريم هاته، والتي يهدف القائمون من خلالها إلى تحفيز فئة الأطفال على الحفظ. المسابقة كانت أيضا مناسبة لجمع الكتاتيب القرآنية المتواجدة بالعيون. هذا النشاط فهو نشاط موسمي للجمعية، بالنسبة لهذا الموسم فهو الدورة الثانية بعدما كانت هناك دورة الأولى. بالنسبة لعدد المشاركين وصل هذا العام الحمد لله 110، بعد المباراة للدورة الأولى كان هناك 58 مشارك، والهدف من هذا النشاط هو
تحفيز التلاميذ على حفظ القرآن الكريم وكذلك التجويد. جاونا واحد الورق عنا كاينه مشاركه مسابقه ديال التجويد، وقالوا ودرنا مسابقه عندنا 3 ايام ديال 12 و13 و14، واليوم الاقصائيات وانا طلعت في الاقصائيات. هي عباره عن مسابقه بين النساء وبين الاطفال والشابات لاختيار اهم العناصر اللي في الحفظ وفي التجويد وفي الاداء. واختتم الحفل بتتويج 24 مشاركا، كما تخللته عدة أنشطة من بينها قراءات قرآنية وأمداح نبوية. في الشأن الطبي، نظمت المديرية الجهوية للصحة بالعيون حفل تكريم لفائدة المتعاقدين التابعين للمديرية بمقر المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنية الصحة بالعيون. وتم خلال هذا الحفل الإشادة بخصال ومزايا الأطر الطبية المكرمة. في المتابعة محمد فارس وصالح الحرقبي. وفاء لما منح جهده ووقته لمدة سنوات وعقود، وأفنى زهرة عمره في سبيل القيام بواجبه المهني، وفاء لكل ذلك تقف الجهات المعنية بالقطاع الصحي محليا وقفة اعتراف بالجميل والامتنان لما أسدته العديد من الأطر الطبية المحالة على التقاعد حديثا، من تفان وإخلاص في العمل وحرص على تأدية الواجب رغم صعوبات المهنة وإكراهاتها وارتباطها بالمعطى الإنساني في أعم تجلياته، بالنظر للعلاقة مع المواطنين بشكل يومي في أحلك الظروف أحيانا كثيرة. هذا اليوم تتعبر يوم تاريخي، لان تقدم المديريه الجهويه للصحه بمعيه المندوبيه الاقليميه الصحيه وبمعيه اداره المستشفى مولاي الحسن بالمهدي ومستشفى الحسن الثاني بالاحتفاء بمتقاعدي واطر وموظفي قطاع الصحه الذين احيلوا على التقاعد لسنه 2014 و2015 لما اسدوا من عمل وتفاني وجود في عملهم بكل جديه وبكل قوه وكل جديه. أثنى جن المتدخلين على ما كان يتمتع به المكرمون من خصال ومزايا حميدة من تواضع وإخلاص في العمل وسعين إلى خدمة الآخرين وتقديم اليد العون لهم وتتبعهم الدائم لكل تفاصيل الوضع الصحي للمرضى والمسعفين. لحظات الثناء والتكريم لقيت صدى طيبا لدى المكرمين، وهم يودعون مهنة قدموا لها الكثير. وكنفتخر بزاف بهذا التشجيع. الحمد لله 34 عام وانا في خدمة التمريض، و حتى اخر الاعوام مشيت ان شاء الله، مشيت بعثة صحية في الحج، والان ودابا كناخذ وسام ملكي. هذا افتخار واعتزاز كبير بالنسبة لي. كنفتخروا بهذا الاستحقاق، هذا التكريم الاستحقاقي من صاحب الجلاله محمد السادس، والله يطول عمره والله يخلي له صحيحته، وحنا مفتخرين به. تقريبا كداو 30 سنه ديال الخدمه فينا ليلا ونهارا، ونحمد عليها الله ونشكره اللي الانسان يخرج بالصحه ديالو وباسمه، وخدمنا الوطن ديالنا وخدمنا الاسمه ديالنا والاخلاص، ومع الموظفين ديالنا ومع الأطور ديالنا ما خلينا ما هذا، والحمد لله جرينا ليلا ونهارا في العمل ديالنا وخرجنا الحمد لله بالعمل ديالنا الخالص. المهن المرتبطة بالقطاع الصحي عموما تتطلب توفر مجموعة من الشروط والمعايير في المشتغلين بها كالتفاني في العمل والتحلي بمكارم الأخلاق، ومن باب الاعتراف بالجميل تكريم من قضى عقودا وسنوات في تأدية الواجب على أكمل وجه. جديد الصحف الوطنية الصادرة يوم غد الخميس في تقرير لمحمد لمين الجارح. نستهل قراءتنا بجديد الصحف الصادرة يوم غد الخميس من يومية الأحداث المغربية، وكتبت: في أقل من أسبوع لم تنجح محاولات كل من الجزائر وجنوب إفريقيا في ترجمة خطتهما لإحراج المغرب، وافتضحت خطتهما سواء في جوهانسبرغ أو جنيف، حيث لم تتمكن الدولتان الراعيتان من إنعاش وضع جبهة البوليساريو الذي اهتز منذ القرار الأممي الأخير، الأمر الذي دفن طموحهما في إحراج المغرب بتوسيع صلاحيات المينورسو، بل تم التطرق لموضوع إحصاء ساكنة تندوف بكل وضوح وتقدم المغرب في تحسين وضعه الجيوستراتيجي. وأضافت الأحداث المغربية أن آخر الخيبات كانت بعد فشل محاولات الجزائر وجبهة البوليساريو بدعم من جنوب إفريقيا وتوظيف ناميبيا
في نقل المعركة مع المغرب من مقر الأمم المتحدة بنيويورك الأمريكية إلى مجلس حقوق الإنسان بجنيف، وهي الاستراتيجية التي تم التخطيط لها مباشرة بعد القرار الأممي الأخير، حيث رفض المفوض السامي لحقوق الإنسان الخوض في قضية الصحراء، وهو ما أحرج هذه الدول. فالمغرب الذي تفاعل بشكل إيجابي مع الآليات الحقوقية التابعة للمنظمة، حيث سبق وفتح حدوده للعديد من المنظمات الحقوقية في الوقت الذي تغلق فيه الجزائر وبعض مسانديها أبوابها في وجهها، بل إن المغرب ذهب إلى جنيف معززا بجدولة مهمة تتمثل في استعداده لاستقبال 3 آليات حقوقية خلال هذه السنة. يومية الأخبار كتبت في عددها الصادر يوم غد الخميس، يوم زار الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان المغرب في الربع الأخير من تسعينيات القرن الماضي، ساد اعتقاد بأن ملف الصحراء في طريقه للحل. واليوم بان كي مون الأمين العام الحالي للأمم المتحدة يستعد لجولة في المنطقة، وفي هذه المرة سيكون شديد الحرص على بلورة موقف الإجماع الدولي المعبر عنه في القرارات الدولية ذات الصلة، وكذلك التصدي لأي تأويل مضلل أو قراءة مغلوطة لمضامين قرارات الشرعية الدولية. وأوضحت الأخبار أنه لا يمكن للأمين العام للأمم المتحدة من الناحية النظرية الملموسة إلا العمل من أجل تتويج تعاطي الأمم المتحدة مع هذا الملف الذي طال أمده بإقرار منظومة الحل السياسي الشامل والنهائي ذي البعد الوفاقي كما تنص عليه القرارات ذات العلاقة. ونختم جولتنا من يومية أخبار اليوم التي تطلعنا في عددها الصادر يوم غد الخميس أن مجموعة من الشواطئ المغربية جرى تصنيفها ضمن الشواطئ التي يجب تجنب السباحة فيها بحسب تقرير أعدته وزارتا التجهيز والنقل والبيئة حول جودة الشواطئ المغربية. شواطئ الأقاليم الجنوبية لم تدرج ضمن هذه الشواطئ التي ينصح بعدم السباحة فيها. وذكرت أخبار اليوم في باقي تفاصيل الخبر أنه بالرغم من تأكيد التقرير الصادر على وجود شواطئ غير صالحة للسباحة، أشار إلى أن حوالي 97% من الشواطئ المغربية إما ذات جودة عالية أو مقبولة. والآن نصل إلى الفقرة الخاصة بأحوال الطقس غدا إن شاء الله. يرتقب انتشار سحب منخفضة خلال الليل والصباح بالقرب من السواحل، درجات الحرارة الدنيا ستتراوح ما بين 16 درجة بكل من قليميم وبكرة 24 درجة بطاطا. في حين ستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 39 درجة بأوسرد 23 درجة بكل من الطرفاية وسيدي إفني. في حالة البحر بالواجهة الأطلسية سيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج عموما بسواحل الجنوبية. طلوع الشمس غدا بمدينة العيون سيكون على تمام الساعة 6:06، ما غروبها سيكون عند تمام الساعة 7:45 إن شاء الله. مع بعض درجات الحرارة في بعض المدن المجاورة لبلادنا سيكون على الشكل التالي: 38 درجة بباماكو، 37 درجة بنواكشوط، 28 درجة بكل من الرباط ونواذيبو، 38 درجة بتندوف. قبل الختام نذكر مشاهدينا الكرام أنه يمكن لمن فاتته متابعة نشرة الأخبار للأيام الثلاثة الماضية، متابعتها على موقعنا على الإنترنت snrt.ma، كما يمكنكم متابعة البث الحي لقناة العيون وإذاعتي العيون والداخل الجهويتين من خلال زيارتكم لموقع المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية كوركاس.com. كما يمكنكم متابعة نشرة الأخبار وجديد البرامج عبر الآيفون وهواتف الأندرويد، وذلك بتحميل التطبيق المجاني لقناة العيون من الأبل ستور وجوجل بلاي. كما تعاد هذه النشرة غدا على قناة المغربية على الساعة 2:30 صباحا، والإعادة الثانية في حدود الساعة 3:35 عصرا. غدا يرافقكم الزميل كريم حضري. رمضان كريم مبارك وإلى اللقاء.